الانتخابات البلدية تتجه نحو الشرق من ليبيا بعد أن كانت الحكومة المؤقتة تعتمد على إقامة مجالس تسييرية في المناطق الخاضعة لإدارتها. رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أصدر قرارا بإعادة اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية ومباشرة مهامها المنوطة بها في هذا الشأن. قرار جاء في الوقت الذي أثير فيه جدل حول ضرورة إعادة انتخاب المجالس البلدية في مناطق المؤقتة بدلا من المجالس التسييرية، وحدث ذلك في عدد من المناطق مثل سبها والشاطئ. اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بدأت في العمل على إعادة الانتخابات منذ بداية هذا العام، وتم انتخاب عدد من المجالس وتأجيل أخرى لعدة أسباب، منها انطلاق العمليات العسكرية في المنطقة الغربية. ويبقى التساؤل الأهم هو هل بالإمكان التواصل مع اللجنة المركزية المعنية أساساً بالإشراف على الانتخابات، أم أن الانقسام سيحدث حتى في هذه النقطة؟